السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا يا جماعة النهاردة جهاز جديد، حاجة قمة في الروعة بجد. ده كان أواخر التسعينات، صيني، الماركة هتاشي. بجد الصوت تحفة والجهاز قمة في الروعة. أنا مش بشكر فيه كده من فراغ، يعني أنا سمعك دلوقتي مثلا فريد الأطرش، في ناس كتير ما بتحبش فريد الأطرش صح؟ انا هسمعك فريد كأنك اول مرة بتسمع فريد الأطرش في حياتك. بجد الصوت تحفة وحاجة روعة، يا بالك بقى لو سمعت اغاني حديثة عليه. طبعا هو سي دي وراديو او اكس تونر سي دي، يعني في حاجات كتيرة جدا بالاضافة لسماعات ممتازة جدا. عندك 3 سماعات و3 سماعات، يعني شغال ب6 سماعات، صوت قوي ونقي وحاجة نظيفة. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. بيعلى طبعا، ما الحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. جهاز روعة بجد، حاجة ممتازة جدا. زي ما قلنا صناعة أواخر التسعينات، الجهاز صيني توكيل ياباني، ممتاز جدا 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 بصراحة. نشغل الراديو. بداية تشغيل الراديو من هنا، بتبتدي تدور بقى على الموجة يدوي كده. طبعا المدرسة عندنا ده تقريبا مستشفى العام الحمية. الراديو شغال بكفاءة عالية يا جماعة، صوت جميل وواضح. على فكرة زي كل مرة ما بقول، أنا ما عنديش هنا موجة راديو، يعني هو لقيت عندي يعتبر كويس. تمام، لقيت عندي كويس، عندك في البيت هيبقى أحسن من عندي بكتير. راديو شغال، سي دي شغال، حاجة ممتازة جدا. السعر 2200، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.